الاخ ديالي توفى ليله البارحه، فاق حبيبي من العاس مشى باش يفيقو، جبرو مات. جا عند العائله ديالي، الوالده ديالي والاهل ديالي، على خبر الوفاه ديالو. والسبب ديال الوفاه ديالو هو الاستعمال ديالو، التعاطي ديالو الكحول. وهذا الكحول هذا يتم صنعه بدون معرفه السلطه، والشخص اللي قام بالصنع ديالو تم الايقاف ديالو وضرب المده الزمنيه ديال الحبس مده 3 اشهر، ومخرج من السجن ولا كيبيع في ديك الخمره هذاك اللي بقى عنده في الدار. اللي بقى عنده في الدار هو ما كانش يعرف راه هو مسموم. نوضو كيبيعوا هذا الخبر هذا، تلاقيته مع الاصدقاء ديالي. ملي بقى كيبيعوا حتى هو بيدو استغرب بان ديك الناس راه هما ماتوا بسبب ديك المحيه اللي كان هو كيبيعها، حيت هو كان كيصنعها في الدار وضرب 3 شهور أو شهرين ديال الحبس، مخرج باش يبيعها. من بعد ما يبيعها هاد الاشخاص هادو ماتوا، حيت ديك الخمر كان مسموم، فيه شي مواد خطيره، منها الكول، منها الشريحه باش كيتعدل هاد الشيء هذا. وكنطلب من السلطات المحليه باش تقوم بجميع الاجراءات اللازمه وتوقف هاد الاشخاص هادو، وتاخذ مجرى العداله الاجتماعيه على حق. وشكرا لكم. ودابا حاليا مشاو باش يعملوا لهم التشريح الطبي في طنجه، ونطلبوا من الله الرحمن الرحيم يجيبوهم غدا ان شاء الله كاملين بهم، وانا لله وانا الى راجعون. احنا كنتسناو من كتاب الله. الحمد لله. يا ربي الحمد لله، الشكر لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، حمدينا وشكرنا، اللهم لك الحمد. عنده 34 عام. والعيل خدام، ما عليه ما به، مبلي الله يعفو عليه، ولكن ماشي لهالدرجه لهاد السموم اللي كتعطى. العيل مسانس كيقيل خدام، كيجيب لنا بركه وكيقضي ببركه، وكيمشي لدار وحده عند يما، كيطلع في حالو البيض ديالو وكيكمي ولا كيشرب مع بعضياته بوحديته. حتى انا جالسه في الدار كتجيني الخبر ديال ولدي راه ميت، نعس ما ناض. العشاء تعشى مع الوالده ديالي، ما فيه حتى شي حاجه، طلع كيما عمل هذاك المساكن اللي كيعملوا. العيل نعس ما ناضش، طلع خاه باش يفيقو، جا السيد اللي عايمشي يخدم معاه، طلع كيفيق خاه ما بغاش ينضلو، قال لهم الخير راه هو مات. مشى ديك لارا، جاو البوليس قالوا العيل السيد راه ميت، راه ماشي بالروح. ولدي هو في لبني، هو في الصباغه، هو جرديني، كل بلاصه هو الخدمه ديالو الحقيقيه جرديني. كيعمل كيعمل الجردات، كيخدم في الجردات، وإلا وقف الجردات وما كاينش الناس اللي عيطوا له، جا في البني كيمشي، جا في الخدمه في الصباغه كيمشي، هو مقدي الامور ديالو. العمر ديالو عنده 34 عام. ايوا هذا الشيء اللي نقول لكم انايا، انا الدعوه بهم للسيد ربي، الله ياخذ فيهم الحق. انا عمتي هاد الكارثه اللي وقعت لنا في القصار، هاد البلاد هادي راه خصها الحق ديالها، ما يمكنش هاد الشباب يضيع غير هكا، هاد الشيء راه عيب وعار. عيب وعار هاد الشيء هذا، ما يمكنش هاد الشباب يمشي يضيع هباء منثورا، هاد الشيء راه حرام على الناس اللي كيعملوا هاد الشيء، كيضيعوا ولاد الناس، علاش كيشونا في الكبده ديالنا؟ الدعوه بهم من الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا اللي نقدر نقول لكم صافي. كنتمناو هاد الشيء يتوقف والسلطات تحرك، السلطات تحرك، هاد الشيء هذا ما يبقاش يدور الشباب، كيضيع البلاد اللي عاد في هاد البلاد، ما بقاش شي بزاف الشباب كيترزا في السلطة. الله ياودي 19 واحد في دقه بزاف، وباقي ما عرفنا شنو غادي يكون، باقي كيبان، باقي هادشي كيبان، الناس ميته في الشارع، باقي بزاف. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا الى راجعون. شونا في الولد ديالنا، اللهم لك الحمد. وهاد الامهات مساكن كاملين كنقدموا لهم التعازي ديالنا، وكنطلبوا ربي يعطيهم الصبر من عنده، كيما حنا مشويين صبرهم مشويين مساكن. دعوة الله اللي كيأدي ولاد الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله.